اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. حلقه النهارده حلقه جميله وممتعه جدا. مكون واحد بس عندنا في البيت، هنحط عليه ميه، هناخد منهم ماسك نستخدمه على بشرتنا. الماسك ده مش عايز اقول لكم ان هو بس هيغير البشره بتاعتك 180 درجه، لا ده كمان هيديلك بشره ناصعه البياض وهيحل كميه مشاكل مذهله ورهيبه هقول لك عليها بعد شويه. ماسك النهارده بينفع لكل انواع البشره، بشرتك دهنيه، جافه، مختلطه، حساسه، كل انواع البشره دي الماسك بتاعنا بينفع النهاردة. ماسك مش مكلف نهائي، مش هتدفعي فيه فلوس، لكن بحاجة موجودة عندك في البيت هتلاقي فايدة رهيبة جدا. بس اهم حاجة تعرفي معايا بالظبط هنعمله ازاي، خطواته ايه، وكل حاجة علشان تعرفي تطبقيه بافضل طريقة وبأصح طريقة. يلا نعرف ايه هو الماسك وايه هي الفوائد بتاعته، خليكم معايا لانها تكون حلقة مهمة جدا. لأي حاجة ما تنسوش لايك الفيديو، خلينا نوصل الفيديو ده لعشر تلاف لايك، سبسكرايب في القناة لو انت جديد معانا، ولو عندك اي سؤال او اي استفسار سيبهولي وانا هجاوبكم عليه. الماسك اللي هشتغل عليه النهاردة هو ماسك بمكون واحد وهو الشوفان او القدس. الشوفان من الحاجات الجميلة، هقول لكم بعدين ليه وهقول لكم بالتفصيل ايه الفوائد اللي هيقدمها، بس دلوقتي يلا بسرعة نشوف ايه الحاجات اللي انا هحتاجها في الماسك بتاعت النهاردة، هنعملها ازاي مع بعض وازاي هحطها على البشرة بتاعتي. زي ما انتم شايفين هي دي كل الحاجات اللي انا هستخدمها في الماسك بتاعي النهاردة. اول حاجة اللي هو المكون بتاعنا طبعا هو الشوفان، يعني انا عبيت طبق صغير من الشوفان، بالظبط 5 ملاعق كبيرة من الشوفان عبيت لي المقدار ده اللي هو الطبق الصغير، وهنحط قده طبقين بالظبط فيهم مية دافية، مش مية سخنة مولعة، لا مية تكون دافية علشان اقدر استخدمها بشكل كويس او اقدر ادمج بيها بشكل كويس. وطبعا اخر حاجة هستخدم قماشة من القماش كده اللي تحسيها خفيفة، يعني مش قماشة تقيلة، القماشة هتكون خفيفة خالص لان هي دي اللي انا هطلع منها الماسك وهي دي اللي هستخدمها وحوريكم ازاي بالظبط هستخدمها. يبقى هي دي كل المكونات. طيب تعالوا بقى اوريكم ازاي بالظبط هدمج المكونات دي، وخدوا بالكم علشان دي اهم نقطة في الفيديو ونقطة مهمة جدا. طبعا زي ما وريت لكم احنا احتاجنا شوفان وطبقين مية دافيين، هنجيب طبق تالت خالص وهنحط فيه كل المقادير دي مع بعض. اول حاجة هحط كمية الشوفان او اللي هم 5 ملاعق بتوعنا، وبعدين هحط عليهم طبقين المية الدافية، وخدي بالك طبعا وانتي بتحطي الكميات دي كلها. الهدف من المية الدافية على الشوفان هو ان انا اخلي الشوفان كده يبدأ يدوب علشان اقدر اطحنه او اقدر يعني اخلطه كويس جدا. هتحطي كمية المية كلها زي ما انت شايفة كده على الشوفان، وهتستني شوية لغاية لما تحسي ان الشوفان بدأ كده يطرى شوية او يبقى طري. كده استنيت شوية هتحسوا ان الشوفان بدأ كده يبقى طري خالص، بشوكة هتبدأي تحاولي تهرسيه. وكده زي ما انتم شايفين تقريبا امتزج تماما جدا بالمية وخلاص بقى حاجة واحدة، هتلاقوا كده انه لون المية تحول للون الابيض. نيجي بقى لاخر خطوة، هنجيب طبق فاضي خالص تالت طبعا غير كل الاطباق اللي احنا استخدمناها، وفاكرين القماشة اللي قلت لكم عليها هنحاول نفرشها كده على الطبق كله ونحاول يخليها كده تبقى على نفس مقاس الطبق، هننزلها كده ونظبطها. وبعدين نفس الخليط بتاع الشوفان بالمية هنكبه في القماشة دي، وخدوا بالكم ان انا القماشة دي هعصر منها برضو باقي الخليط، فزي ما انتوا شايفين وانتوا بتكبوا خدوا بالكم عشان القماشة كلها ما تنزلش لتحت، خلوها كده تكون ثابتة. كده احنا كبينا كل حاجة وكبينا كل الخليط، هنبدأ نمسك بقى اطراف القماشة الاربع اطراف ونمسكهم كويس جدا ونرفعهم كده، ونبدأ بقى نعصر كويس
جدا. ودلوقتي جينا للمرحله المهمه جدا، وهو ان انا هبدا احط الماسك على وشي. طبعا الماسك لو انت عايزه تحطيه ممكن تستخدمي اي حاجه، ممكن تستخدمي قطنه، ممكن مثلا لو عندك فرشه تستخدميها. انا هستخدم منديل، بس المنديل اللي بيكون مقوى. شايفين خلاص انا وزعت الشوفان على وشي كله. وفي ملحوظة مهمة جدا عايزة اقولها لكم، انه انتوا لو عايزين القوام بتاعه يبقى سميك اكتر، وعلى فكرة هو كل ما يكون سميك اكتر كمان هيكون احسن من كده، ممكن نقلل كمية المية اللي انا حضيفها على الشوفان. طيب المفروض ان انا هستنى عليه شوية قبل ما نغسله، ممكن تستني مثلا تلت ساعة او نص ساعة. طيب خليني اقول لكم قبل ما اغسل وشي وقبل ما ينشف ايه اهم بقى الفوائد اللي بيعملها الماسك ده للوش. الحقيقة الماسك ده بيقدم 6 فوائد، وفي فوائد كتير جدا تاني، بس انا هقول لكم عن اهم 6 فوائد. اول حاجه جميله ان هو ازاله كل خلايا الجلد الميته، وبيعمل تقشير للبشره بطريقه طبيعيه. ده غير ان هو تاني حاجه كمان بيقلل اي التهاب او تورم او اي اضرار حاصله في البشره، وبيخلي البشره تكون كويسه جدا. اما ثالث حاجه ان هو بيعمل تنظيف عميق جدا للبشره، مش بس كده كمان بيضيف نقطه الترطيب. ده غير ان هو كمان بيتخلص من كل الرؤوس السوداء اللي عندك والهالات، مش بس كده كمان هو مناسب جدا علشان بيقلل حجم المسامات بالنسبة للناس اللي بتعاني من البشرة الدهنية، وبيعالج حب الشباب وبيعالج الإكزيما بتاعت البشرة. اما اخر نقطة مهمة جدا، وهو انه بيعالج البشرة من الاضرار اللي حصلت، لو مثلا استخدمتي خلطة تفتيح اذت لك بشرتك، اي حاجة مثلا دمرت لك البشرة، هو بيعالج الموضوع ده. ومش بس كده كمان بيقلل من علامات الشيخوخة. وبكده يبقى فعلا الماسك ده من اجمل واروع واحلى الماسكات اللي ممكن تعمليها، وبارخص الاسعار. طيب هستنى من تلت النص ساعة وبعدين هغسل البشرة ووريكم النتيجة بتاعته. وكده زي ما انتم شايفين خلاص انا غسلت البشرة بتاعتي. عايزة اقول لكم ان هو فعلا بيفرق جدا جدا. اول حاجة البشرة كده بتبقى بيضة بشكل مختلف جدا، زي فعلا ما بيقولوا ناصعة البياض، بتبقى كده مشدودة حلوة جدا، وتحسي باحساس رائع. بعد ما هتخلصي اخر خطوة بعد ما غسلتي بشرتك، رطبي باي مرطب عندك، اي حاجة بتستخدميها لترطيب البشرة ممكن نرطب بيها البشرة بتاعتنا. طيب بالنسبة بقى لباقي الكمية، لان طبعا احنا عملنا كمية كويسة، دي يفضل انك ما ترميهاش، هنستخدمها تاني. لو عندك اي مثلا علبة كريم فاضية ممكن تفضي فيها الكمية دي وتحطيها في التلاجة وتطلعي منها وتستخدميها وقت ما انت عايزة. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة، وقدرت اقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، واهم حاجة شاركوا الفيديو مع غيركم علشان اكبر عدد منه يستفاد. واشوفكم على كل خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.